نتابع فعاليات هذا الصباح من خلال الجلسة التالية، مستقبل التعبير في المنطقة العربية، الأنماط الجديدة، الكتابة، النشر، الرواية، الثقافة. لدينا جلسة مع لفيف من الكتاب والكاتبات من المنطقة العربية، ولكن قبل أن أقدم لكم مدير الجلسة، يسعدني أن أقدم مرة أخرى الدكتورة أمال غرامي من تونس، التي هي أصبحت الآن غنية عن التعريف طبعا، وقد عرفناها البارحة، قالت تتفضل. صباح الخير. منذ البارحة ونحن نتحدث عن العراقيل التي تقف حائلا بيننا وبين إنجاز مشروع التغيير أو التحول في المنطقة العربية، ما أكثر ممارسات جلد الذات التي مارسناها هنا وهناك بحثا عن مكمن الداء. بؤرة التحديق تشتد ضيقا يوما بعد آخر، فلا نرى من حولنا إلا علامات الانحدار والانحطاط، إلا معالم السقوط، إلا كثرة الهزائم والإخفاقات. تسود النظرة، تبدو نظرتنا أغلب الأحيان تشاؤمية، تحجب عنا الرؤية، تصيبنا بحالة عمى، فلا نرى من حولنا معالم التغيير، ولا نرى صور الحراك الاجتماعي والفكري والديني. تغيب تجارب رائدة تبشر بخير، تنبئ بأن مسار التاريخ متطور على الدوام رغم ملامح الثبات. أنماط تعبير كثيرة تبرز هنا وهناك في مجتمعات عديدة، وليس عالمنا العربي بمعزل عن مواكبة نسق التغيير والحراك. روائيون وروائيات يمارسون لعبة الفصح، يخترقون مناطق الحجب، مناطق المحظور والمحرم والمسكوت عنه. روائيات نسجنا حكايات حول مواضيع كانت حكرا على الرجال، السياسة والدين. حللنا مظاهر الانفصام في التركيبة الشخصية العربية، عبرنا عن فعل الموروث في ذواتهن، كشفنا النقاب عن المستور، تحدثنا عن الجسد وبلغة الجسد، عبرنا من خلال أساليب جديدة فنية وبلاغية عن تفاصيل تخص حيواتهن، دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الإيديولوجيا. مدونون ومدونات هنا وهناك اخترقنا أسوار الصمت، كسرنا جدار طالما خلنا أنه عتيد منيع، أنه حصن محصن. التدوين يا سادتي ليس شكلا من أشكال الترفيه عن الذات، بقدر ما هو وسيلة احتجاجية. فهل نصغي إلى هذه الأصوات الجديدة المنبعثة من ركام خلنا أنه بات إلى زوال؟ التدوين علامة على وعي ينساب من خلال جيل جديد من الكتاب أرادوا الخروج من حالة التهميش والإقصاء، التصميت الذي أحيط به، ليدلوا بدلوهم، ليشيروا إلى مواطن الخلل والفساد اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا ودينيا. أنماط موسيقية عديدة، هيب هوب، راي، راب وغيرها، توظف لتعرية الواقع، للاحتجاج، لتقديم المطالب، لتبليغ الرسائل. فهل من مصغي؟ هو جيل جديد يتحرك على أكثر من صعيد، ولكننا نتجاهله أو نحاول أن نغيبه. يستغل التقدم التكنولوجي، الثورة التواصلية والمعلوماتية، يسجل حضوره عبر آليات جديدة ونمط وعي طريف.
جيل يرتضي التفاعل المستمر والحضور في التاريخ ولا يريد أن يكون كجيل سبقه خارج التاريخ. هذه بعض من أشكال التعبير وأنماط التفاعل أردنا التوقف عندها في هذه الجلسة قبل الختامية للحوار مع هذه الكوكبة من المبدعين والمبدعات. نريد من طرح الأسئلة في هذا الحوار أن نثير سبل الفهم، فهل من مصغ؟ إن أنماط التغيير الجديدة الملفتة للنظر تدفعنا إلى التوقف والمساءلة. التوقف عند معالم التغيير والتحول والحراك التي تبشر بنحت مستقبل جديد وتدفعنا دفعا إلى المساءلة، هل العيب فينا أم العيب في غيرنا؟ تتوقف حواسنا عن الاشتغال، فلما لم نعد نبصر، لما لم نعد ندرك، لما لم نعد نصغي إلى أصوات جديدة تدك الأرض من حولنا دكا. دعوتنا في نهاية الأمر أن ندرب حواسنا على الإدراك، أن نتعلم كيف نصغي إلى أجيال جديدة، أن نبصر مظاهر التحول والتغيير، أن نصغي إلى ذوات تتكلم من حولنا تحدث الصخب، فعلينا أن نستجيب لدعواتها. علينا أن ندرب حاسة الشم، أن نشتم روائح جديدة تبث رسائل من نوع طريف. علينا أن نتدرب على حاسة الذوق التي فقدناها، أن نتذوق جماليات أخرى مبثوثة هنا وهناك في نصوص يهمشها البعض، يعتبرها البعض غير فنية، غير جديرة بأن توضع تحت مشرحة النظر والتدريب والدراسة. نتلمس صفحات تحبر ترسم معالم واقع جديد. إن هذه الأنماط التعبيرية الجديدة تدعونا في نهاية الأمر إلى أن نوليها حقها من الوجود، أن نخضعها للمساءلة، أن نبحث وأن نفهم وأن نتواصل معها ونتفاعل، لا أن نحدث معها قطيعة. فنحن نمد أيدينا وكلنا إصغاء إلى هذا الحراك، فلنبشر بظهور أصوات جديدة تبشر بعالم جديد. وشكرا لكم. شكرا دكتورة أمال جرامي. يسعدني أن أقدم لكم دكتور شفيق الغبرة، وهو أستاذ علوم السياسية في جامعة الكويت، وهو أيضا الرئيس المؤسس للجامعة الأمريكية في الكويت، حيث شغل هذا المنصب من عام 2003 إلى 2006. للدكتور الغبرة العديد الحديد من المؤلفات، آخرها كتاب سيرته الذاتية يلخص 28 عاما من النضال، وهو في طور النشر من دار الساقي. تفضل. صباح الخير لكم جميعا. شكرا لك أخت أمال على هذا التقديم الجيد لهذه الجلسة الحوارية، ولمساعدتك لي مشترك في ترتيب هذا الوضع، بحيث نستطيع أن نتحدث عن أثر ودور الرواية العربية على الإنسان العربي، الفرد العربي، المجتمع العربي، لكن بتركيز على النصف الآخر الذي لن يستوي التقدم بدونه، والذي يمثل قوة صاعدة في المجتمعات العربية لم تكتشف بعد، إنها في طور الاكتشاف، في طور التعبير. ومن هنا التركيز في هذه الحلقة، في هذا النقاش على الرواية النسائية وأثرها. معنا عدة روائيات، اثنتان بالتحديد، لكن كان المفروض أن تكون معنا روزا ياسين، وهي روائية سورية متميزة، لكن روزا ياسين منعت من السفر بقرار من أمن الدولة في سوريا، وعندما وصلت إلى الحدود أعيدت إلى
دمشق، عادت مرة ثانية وراجعت، رغم أنها وعدت بأن تحضر، هي ممنوعة من السفر منذ 5 سنوات، أخذت إذن لتحضر هذا المؤتمر، وفق عليه، ولكن عندما وصلت إلى الحدود أعيدت من حيث جاءت. ولهذا تعتذر لكم وتعتذر لكم عن عدم مقدرتها أن تكون معنا. هذا يعود مرة ثانية ويؤكد أهمية ما تقوم به الروائية العربية روزا ياسين، لكن معنا سامية عيسى ومعنا فضيلة الفاروق، كلاهما روائيات عربية، سامية عيسى من فلسطين وفضيلة الفاروق من الجزائر وتقطن في بيروت، كلاهما أبدع في الرواية. حليب التين اشتهرت روايتها الأولى، تعمل على روايات أخرى الآن في غاية الأهمية بالتركيز على المسألة الفلسطينية، وفضيلة الفاروق رواياتها أقاليم الخوف، ونحن في أقاليم الخوف إلى حد كبير، اكتشفت شيء مهم، وأيضا اكتشاف الشهوة ومزاج مراهقة وغيرها من الروايات، وتسعى في هذا الطريق. دكتورة هدى عوض أستاذة في العلوم السياسية في مصر، ومهتمة في كل ما يتعلق بالمدونات وعلاقة المدونات بالتعبير. طبعا معنا مجموعة من الشابات والشبان، 3 شابات وشاب، وهم أسعد الذبيان من لبنان، مدون طالب جامعي يعمل بجد ونشاط وقارئ رواية متعمق، معنا أيضا سارة المطيري من الكويت، أيضا قارئة رواية متعمقة وطالبة ماجستير، معنا سجل عبدلي قارئة رواية وصحافية، ومعنا سنابل الصالحي وأيضا من فلسطين، سجل عبدلي من العراق وسنابل الصالحي من فلسطين، متخصصة بعلم النفس. هذه هي المجموعة، وأبدأ معك سامية، ما الذي جعلك تكتبين الرواية بالبداية؟ اللي خلاني أكتب الرواية إنه عم نحاول أكون حرة، يعني حاول حافظ على حرية. صوت منيح؟ محاولة الحفاظ على حريتي بمجتمع كنت أنا إعلامية وقتها بجريدة الخليج، وأترأس مجلة اجتماعية أسرية، وكان كتير ينقال لي هذا ممنوع وما تكتب هيك وهذا، وطبعا كنت بلبنان اشتغلت بجريدة النهار تحقيقات صحفية تركزت على الملف الفلسطيني والمقيمات الفلسطينية بلبنان ومعاناتهم، وكشفت كتير من الأوضاع البائسة اللي بيعيشوها، ورجعت اشتغلت بالسفير لنفس التحقيقات يعني بنفس الملف، وطلعت من لبنان بلحظة يأس من قصة انه رح يحصل اي تغيير. الرواية كانت حلم حياتي، كل حياتي بحب اني اكتب ادب شعر رواية، عشان هيك يعني التزمت بالصحافة خط كنوع من التدريب على الكتابة دائم، ممكن من خلاله أطور مهارات الكتابية وأقول اللي إذن حبيب. إذن الرواية كانت حلم حياتك، لكن لحظة يأس من شو؟ من الانهيار العام اللي يشوب الوضع الفلسطيني بالتحديد والعالم العربي كله. إذن هل الرواية نتاج لحظة يأس، فينا نعمم أم مش تختلف من شخص لشخص؟ لحظة يأس وأمل بنفس الوقت؟ أنا مش يأس لو يأس ما كتبت الرواية، بس لحظة وجود حالة من الانغلاق، يعني ما في شيء عم يفتح، في انهيار تام، نفس الوقت بدي أعمل شيء، فقررت اكتب رواية واكتبها بكل حرية بدون ما افرض ولا اي نوع من انواع الرقابة الذاتية، ولا اهتم انه لا ارضي حدا ولا اغضب حدا، بدي احاول اكتب شيء لأقدر من خلال هذه الكتابة اتفحص الحياة والوجود الانساني. شكرا سامية. فضيل الفاروق، لماذا، كيف، ماذا ادخلك على عالم الرواية؟ نفس السؤال يعني، نفس السؤال. نعم. نعم طبعا، أنا ولدت وترعرعت وتربيت في قرية صغيرة ضائعة في جبال الأوراس في الجزائر، ويفترض أنه نساء هذه الضيعة ما رح ينعرفوا بحياتهم، حتى إذا عاشوا 200 سنة ما حدا رح يسمع فيهم. أنا بحثت في الكتابة عن المساواة، أول شيء المساواة بالرجل، لأن الرجل هو الذي كان يسيطر على حياتنا اليومية،
هو صانع القرارات، هو صانع القوانين، هو صانع الاقتصاد، هو صانع أقدارنا، حتى أحيانا بيتدخل حتى بالأكلة اليومية التي سنتناولها. المساواة أيضا مع هيئات كثيرة، مع المؤسسات الرجالية والذكورية التي صنعت القوانين والسياسية. يعني بمجرد أن بدأت أن أكتب، يعني بدأت الكتابة، أصبحت أشعر أنني أنا والرجال الذين في قمة الدولة والنظام سواسية. طبعا الدليل اليوم أن روزا لم تحضر. أسألك هذا السؤال. إذن الرواية بالنسبة لك كانت تحرر وشعور بالمساواة؟ أكثر من تحرر. أكثر من تحرر. أنا أصبحت من بين الذين يغيرون. أنا وضعت قوانين شخصية، قوانين شخصية وقوانين أيضا تبنتها نساء ورجال أيضا يحبون الحرية. إذن من خلال الرواية تشعرين أنك بدأت تؤثري في الحراك في المجتمع العربي؟ بالتأكيد. للمرأة وللرجل؟ وللرجل أيضا، لأن التغير الذي أطمح إليه ليس فقط تغيير واقع المرأة، ولكن تغيير واقع المرأة والرجل، لأنه نحن خلقنا لكي نعيش معه. هل كانت بداية الرواية لحظة يأس؟ لم تكن لحظة يأس بقدر ما كانت لحظة غضب. لحظة غضب. لحظة غضب. غضب ويأس مسببات للحراك، يبدو هذا في الطريق. لكن التركيز على المرأة كان أساسي طبعا، لأن معاناتي كأمرأة أكثر من معاناة. هل توضحي هذا أكثر؟ يعني كوني امرأة، أنا أحاسب أو أمنع من القيام بأشياء كثيرة بسبب هذا الجسد. طبعا هذا الجسد لست من اخترته، هذا جسد منحه لي الله. بالتالي أن أمنع مثلا من ممارسة الرياضة لأني أنثى، أجد أنه هذا شيء قمع بالنسبة لي. أنا كنت ممنوعة من ممارسة الرياضة منذ طفولتي إلى عمر 18، وكل البنات في المدارس في القرى الجزائرية كانوا يمنعن من ممارسة الرياضة، ليس كقانون معمول به الدولة، ولكن هذا قانون اجتماعي يمرر من تحت لتحت. فضيل سامية، موضوع المرأة كيف أثر عليك؟ موضوع المرأة طبعا، أنا كوني امرأة وكان بداية تفتحي على الحياة النضالية الفلسطينية والإنسانية هو موضوع حريتي، وبديت بكتاب لسيمون دي بوفوار، كان أول كتاب قريته، وبعدين